والسؤال احنا من الثوره لليوم من 2014 اليوم باه عملتوا لنا دستور الدستور هذا شنو يصلح او جاي نهار ورينا شنو يصلح الدستور معناتها الدستور نراوه اليوم اللي منع بلاد من مطبات كانت نجم تكون لا يحمدوا لا يحمدوا عقبها وتفاعلنا ايجابيا مع الهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي تحملت مسؤوليتها وكان نقراو حتى الجمعيات والشخصيات هذيا في محطات انتخابيه سابقه كنا من اشد الناقدين للهيئه العليا المستقله للانتخابات وقت اللي راوا للهيئه ماشيه في فيها مش صحيحه لكن المره هذه تفاعلنا ايجابيا معناتها في نفس اليوم علاش خاطر نعرفوا اللي ثم اجال دستوريه تحكم فينا معناتها نفسروا للمستمعين معناتها في 90 يوم من تاريخ 25 جويليا مش لازم نعملوا انتخابات رئاسيه هذا الخلطه اللي نجم يصير لازم يكون عندنا رئيس انتخب وقام بالقسم نتاعو في مجلس نواب الشعب واصبح رئيس يمارس مهم وهذا تحدي كبير وكبير جدا هذاك علاش الهيئه تفعلت بسرعه واقترحت واقرت تاريخ 15 سبتمبر للانتخابات الرئاسيه لكن اليوم وهذا ما نخبيوش وهذا ممكن الهيئه تتكلم عليه ولا الناس اللي تتبع في الشان العام وخاصه الشان الانتخابي اللي ثم ضغوطات على الهيئه اليوم ثم ضغوطات الى تغيير الرزنامة الانتخابيه لتغيير الانتخابات الرئاسيه ضغوطات من شكون معز ضغوطات من الاحزاب السياسيه وضغوطات من المترشحين معناتها هذايا لمسناه وحسيناه حتى في بعض التصريحات نتاع وسائل الاعلام وحتى فما مش بيانات تصريحات هي يقول لك معناتها علاش في الظرف هذايا اعلنا بالسرعه هذايا اعلنا على تواريخ انتخابيه ما تشاورناش وما تلاقيناش وما حكيناش لكن يظهر لي اليوم نقولها بكل صراحه ما عادش ثم وقت باش تشاور باش تحكي صحيح انه غدوه مش يقع لقاء مع مكونات المجتمع المدني ومع الأحزاب اللي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذا شيء جميل وشيء جيد لكن راهو احنا اللي قلناه في البيان هذايا اللي الأجيال الدستورية يجب احترامها ونسعى مع بعضنا ان نحترموا الأجيال الدستورية هذه